أنا اسمي الدكتور علاء عبد الجبار محمد صابر، رئيس قسم التنمية البشرية بأكاديمية كاريزما، أمين عام المقر العام للإدارة التنمية البشرية، استشاري التنمية البشرية بجامعة الدول العربية، وطبعا الحمد لله أكثر من شهادة كيلو كيلو وأكثر من اعتماد على مستوى الدول العالمية. حكون موجود معكم إن شاء الله في دبلومتين، الدبلومة الأولانية اللي إحنا فيها حاليا اللي هي دبلوم تطوير الذات. دبلوم تطوير الذات هتكون مكونة من 13 برنامج. 13 برنامج هينزل معانا فيهم في 7 برامج. زملاء ليكم حصلوا على ماجستير التنمية البشرية وعارفين وفي دفعات أسبق. ونتمنى إن شاء الله إن بعض من حضراتكم يكون موجود معانا أو كل حضراتكم إن شاء الله يكون موجود معانا في الماجستير القادم بإذن الله. الموضوع سهل مش صعب، لكن محتاج مننا حاجتين. محتاج التزام، محتاج ان احنا نحط في دماغنا ان الكورس اللي قدامنا احنا بناخده الهدفين. الهدف الاول واللي لازم يبقى كلنا حاطينه في دماغنا الاستفاده الشخصيه. زي ما بقول التنميه البشريه، كلمه تنميه بشريه لا هو سحر ولا هو ان انا اتعلم ازاي ابيع ولا ان هو نصب زي اللي بيقال، لا. التنميه البشريه لو اتاخدت على محمل الجد هتغير كل حاجة. أول مدرب تنمية بشرية على مستوى العالم مين؟ نعم؟ لا، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. لأن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لما حب يوصل سبب بعث ربنا سبحانه وتعالى ليه، قال إنما بعثته يعني أتم مكارم الأخلاق. يعني أنا باخد البشر من سلوك اتعودوا عليه طول حياتهم لسلوك تاني، فبعمل عملية تنمية ايه؟ بشرية، تنمية للبشر نفسه. فده الهدف الأول في أي كورس تنمية بشرية احنا بناخده. الهدف الثاني لحضراتكم وطلبة ماجستير اللي هو العلم. في بعض من حضراتكم حضر معايا الكورس بتاع النهارده ده بالتحديد، المهارات السبع للتواصل الفعال. هيلاقوا النهارده في شغل مختلف عن الشغل اللي احنا اديناه في المحاضرة اللي فاتت. طب ولو حضروا في لقاء جماهيري زي في لقاء عملناه في البلد انا والدكتور ابراهيم من حوالي شهر، كان في 350 واحد، هيلاقوا شغل ثالث مختلف لان الهدف مختلف. فانا لازم كانسان اعرف ان انا طالما هدفي مختلف لازم طريقه التصرف تكون مختلفه. ده كله هناخده في دبلوم تطوير الذات، ازاي ان انا اكون شخص ملائم للموقف اللي انا فيه. في ناس كتير بيقول لك اصل انا اتربيت على كده، صح انت اتربيت على كده، بس اتربيت على كده في موقف معين الا طبعا الثوابت اللي هو الحلال والحرام. لكن انا اتربيت على كده في موقف معين، لكن لو الموقف ده اتغير لازم انا اتغير. ولذلك في يعني انا دايما اقول ان الانسان لازم يكون عنده نوع من انواع الفصام المحمود. يعني ايه الفصام المحمود؟ يعني انا مش هتعامل مع زميلي زي ما بتعامل مع اخويا، زي ما بتعامل مع والدي، زي ما بتعامل مع ابني، زي ما بتعامل مع شخص غريب. لازم في كل موقف من المواقف دول تصرفي يبقى مختلف. طب ما انت نفس الشخص، لا بس هو مش نفس الشخص، فلازم يكون التصرف مختلف. النهارده ان شاء الله هنبدا مع بعض وهنشوف ايه المطلوب لينا في الماجستير برامج. هجيكم ماده علميه زي اللي موجوده معاكم، بس للاسف اللي معطلنا شويه باقي الزملاء اللي هم بيجيبوا المواد العلميه، انما ان شاء الله باذن الله المره الجايه هيبقى معاكم دبلوم تطوير الذات كامل في ماده علميه زي دي. لو في ملاحظه معينه انت عايز تسالي فيها في اخر المحاضره اكتبيها عشان ما تنساش. طيب المهارات السبعه للاتصال الفعال دي المحاضره بتاعتنا، لكن قبل ما نخش في المحاضره لازم نسال نفسنا يعني ايه تطوير الذات؟ فيديو بسيط
place. Because what you can't do something. You can say, I'm going to wait for the conditions to be perfect before I go out. The conditions are never perfect. If you wait for the conditions to be perfect to make your dream a reality, then you're going to be sitting on your dream for the rest of your life. If you want something, go get it. Whatever you're trying to learn now, whatever new skill you're trying to pick up, the beginning stages, they're hard, it's frustrating, it sucks, but don't give up, because if you keep practicing, you'll get better and better and better. And soon, it won't hurt as much, you won't fall as much, you won't make as many mistakes, it's going to be easier, and you'll see more results. Ignore the non-believers. اتعلمت منه الفرق بين الشرح في الاثنين. كان دايما يقول قبل ما تسأل المحاضر اسأل نفسك. المحاضر مهما كان قوي مش هيديك اكتر من 30% من المهارة. 70% على مين؟ علي انا. الجايزة لما اكون في محاضرة تانية مش هي احاول اركز علشان ابتدي اشتغل. طيب هبتدي اشتغل على نفسي. احنا قلنا الهدف الاساسي من اي محاضره تنميه بشريه اكتساب مهاره. الشهاده شيء رائع، العلم شيء رائع، لكن الهدف الاساسي لازم اخليك اكتساب مهاره.
لان دايما بقول انا واحد من الناس قبل سنه 2009 ما كانش ممكن اشرح او اتكلم مع الفريق اللي قدامي. تهته بقى ولجلجه ونسيان بالكلام، لكن لا طيب ما تعالى نتدرب شويه، طب رحت حضرت ايفنت الدكتور ابراهيم، لا ده ممكن، طب في ايفنت تاني، طب دبلومه، طب رحت حضرت التي او تي تبع جامعه الدول العربيه شرم الشيخ، لا انا خايف اخش الامتحان، مدرب جامعه الدول العربيه دخلت الامتحان خدت خبير، الرتب التدريبيه مدرب خبير استشاري، خدت خبير يعني عديت رتبه، لا ده في ممكن انا عندي، طب في الاول 10 15 20 350 250 1000، لا ده دلوقتي لو 10 مدارس كلام قدامي هقدر اتكلم، مش شطاره مني، لا انا خدت المهاره واشتغلت عليها، هشتغل على المهاره هعتبر دايما ان المهاره اللي باخدها صفر عندي، هعتبرها صفر، هشتغل عليها هتبقى 1%، رائع، ما جيش اقول والله ده انا ليا 6 شهور يا دوب بتكلم مع 3 4 تنفار، لا كويس، انت كنت ايه الاول؟ ما بتعرفش، طيب بعد كده 5 10 15 2009 2017 كام سنة؟ 8 سنين ولسه يعني يمكن اهو يعني 50 55 60% بالنسبة لي انا، لكن ما وصلتش للدكتور ابراهيم ولا لاحمد قدوس ولا الدكتور سمير غنيم ولا الدكتور طارق السويدان، دول كلهم شغلهم اعلى مني لان اشتغلوا فترات اطول مني، خدوا فترة طويلة على ما يقدروا يوصلوا للمكانة اللي هم فيها، فبالتالي انا ما اقصوش على نفسي في مهارة. هتلاحظوا في كل شغلنا في الماجستير ان احنا بنعتمد على المهارات. بنعتمد انت ازاي تعمل الشيء ده، لان ممكن ببساطه 20,000 كورس اسمه الاتصال الفعال او التواصل الفعال. لكن ازاي اعمل ده؟ ازاي اطبق على حياتي؟ انا مش جاي اخد شهاده، انا لو جاي اخد شهاده اماكن كتير بدفع فلوس واخد الشهاده. لكن لا انا عايز ازاي؟ ازاي انا بعد ما اخد الماجستير اقول والله ده انا قبل الماجستير كنت كذا واصبحت كذا. فهنبدا مع بعض المهارات السبعه للاتصال الفعال او للتواصل الفعال. هنتكلم اول حاجه عن الفرق بين الاتصال والتواصل. ثاني حاجه بنك المشاعر. اسمع صح. اتكلم صح. التواصل مع الذات. فهم الاخرين. تعبيرات لغه وتعبيرات الجسم. دول سبع مهارات، سبع مهارات دول لازم افهمهم كويس. وبعد كده ابتدي احطهم على مدار الفعل. لو بصينا في مشكلتنا في التواصل هنلاقي ان جميع مشاكلنا في مجتمعنا المصري حاليا قائمه على الموضوع. حطوا في دماغكم اي مشكله، مشكله بين زوج وزوجه مفيش تواصل. بين تلميذ ومدرسه مفيش تواصل. بين مدرس ورئيسه او بين واحد ورئيسه او واحد ومرؤوسه مفيش تواصل. بين اثنين بشر مع بعض مفيش تواصل، بين فئتين في المجتمع مفيش تواصل. احنا مجتمعنا من اول الزمان، من زمان الناس اللي بتحب التاريخ هنبص نلاقيه دايما مقسوم اثنين. دايما دايما. فراعنه عند فرعون والكهنه، دول عايشين في وادي وباقي الشعب في وادي. طب خش كده شويه. الاحتلال الانجليزي وحبايبه والشعب المصري في وادي. طب نخش بعد كده شويه. هنبص نلاقي لا ده في كذا وكذا، في اهلاوي وزملكاوي، مسلم ومسيحي. تمام؟ اخوان وفلول. التقسيم ده جاي ليه؟ جاي ان احنا مش عارفين نتواصل مع بعض. الهند فيها كم ديانه؟ 1000. فيها كم لغه؟ 500. فيها كم بني ادم؟ 1,300,000. الصين عدتها 1.5 مليار. 1,300,000 عايشين ازاي مع البعض؟ عن طريق ان هم عندهم تواصل فعال. لكن احنا تعالى اتفرج علينا، احنا ما حصلناش لسه يعني يا دوب دخلنا في ال 100 مليون. ما حصلناش حتى ال 300 مليون اللي هم الزياده على المليار عندهم. لكن عندنا مشكله في التواصل.
مشكلتنا لازم نفهم الفرق ما بين الاتصال والتواصل. حد يقدر يقول لي ايه الفرق بين الاتصال والتواصل؟ الفرق بين الاتصال حضرتك تدرس كده درس ايه؟ مواد شرعيه كويس يعني ليك علاقه باللغه العربيه. ايه الفرق بين الاتصال والتواصل؟ الافتعال والتفاعل. جبت لك الماده الاصليه بتاع الفعل. تمام. والتواصل؟ التواصل تقريبا يعني الكل عايز الناس، عايز تواصل مع الناس. جميل، جربنا شويه. طيب. التواصل فيه استمراريه، انما الاتصال ما فيهوش استمراريه، كويس. ايه تاني؟ جميل. الاتصال على راس الافتعال. الشيء المفتعل اللي البني ادم بيعمله لكن ما فيش استجابه من المحيطين به. يعني واحد ايه بيضحك بصوت عالي هذا ده بيفتعل السعادة، لكن الناس كلهم اللي حواليه مش متفاعلين معاه لأن حاسين إن هو بيمثل. الاتصال هو افتعال، إن أنا بتواصل مع الشخص اللي قدامي، لكن التواصل لازم يكون له طرفين، لازم يكون في واحد وواحد، في أخذ ورب. خلاص؟ ده ببساطة. طيب، الاتصال بيتم بين مين ومين عشان نقدر نحدد؟ الاتصال أو التواصل بيتم بين مين ومين؟ يتم بين حيوان وإنسان، صح؟ ينفع؟ 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 لو عندك قطة صغيرة في البيت وجات تتمسح فيك هتعرف إن هي عايزة تاكل، خلاص؟ يبقى ده اتصال بين حيوان وإنسان. طب وبين إنسان وحيوان؟ المدرب اللي في السيرك اللي بيدرب الأسد ويشاور له بطريقة معينة، ده اتصال. طيب، ينفع الاتصال يكون بين فرد ومجموعة؟ زي ما احنا واقفين على كده. طب بين مجموعة وفرد؟ ينفع. طب بين فرد وفرد؟ ده اساسي، ده اللي بيتم. طب بين مجموعة ومجموعة؟ زي المناظرات اللي بتحصل. اتفضل حضرتك بتقول مجموعة وفرد، مجموعة كلمة فرد في نفس الوقت كويسة. لا يعني مش مجموعة وفرد في نفس الوقت، يعني أنا دلوقتي لما أقول إيه؟ أنا دلوقتي فتحت لكم باب الأسئلة. هيبتدي كل واحد فيكم يسألني سؤال، أنتوا إيه؟ وأنا؟ مش كله هيتكلم في نفس الوقت. زي ما مثلا بالظبط هو لوحده بتلقى من المجموعة من اكتر من ناحيه. طيب التواصل بتاعنا لو فهمنا بينقسم لايه هنرتاح فيه، لان طبيعه التواصل بتختلف حسب نوع التواصل. انا قلت لكم في بدايه كلامي ايه، انا ينفع اتعامل مع والدي زي مع ابني زي مع اخويا زي مع صديقي زي مع زميلي في العمل؟ يبقى انا عندي في نوعين من التواصل، في حاجه اسمها التواصل الشخصي اللي هو البيرسونال كوميونيكيشن، وفي حاجه اسمها تواصل للاعمال اسمها بزنس كوميونيكيشن. يعني انا بتواصل مع اخويا في البيت، ده تواصل شخصي ولا تواصل عملي؟ هتواصل معاه ايه؟ وجها لوجه. هتواصل معاه ازاي؟ بالكلام. طب ولو احتجينا على بعض في الكلام ما في